أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة الإسراء والمعراج. أولا، في فترة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الأذى وتجمعت عليه أمور، من ضمنها وفاة أبي طالب ووفاة أمنا خديجة رضي الله عنها. كما عمل عليه الصلاة والسلام معاملة غير لائقة في رحلة الطائف، وفي نفس الوقت اشتد عليه أذى قريش بشكل لم يسبق له مثيل، ففسر الله عنه برحلة لم تتيسر لأحد غيره عليه الصلاة والسلام. ثانيا، هذه الرحلة هي رحلة الإسراء والمعراج، وهما معجزتان متداخلتان. الإسراء هي الرحلة الأرضية، والمعراج هو الرحلة السماوية. هذا الأمر وقع قبل الهجرة بسنة تقريبا، مع اختلاف بين العلماء في ذلك. وقد ورد الإسراء صراحة في القرآن الكريم في بداية سورة الإسراء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كما تم التلميح إلى المعراج في سورة النجم عند قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الآيات. ثالثا، وردت أخبار الإسراء والمعراج في أحاديث صحيحة، أغلبها يرتبط برواية أنس بن مالك رضي الله عنه. وملخص ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما في الحجر عند الكعبة المشرفة، فأتاه آت، والآتي المقصود هنا هو جبريل عليه السلام، فغسل قلبه بعد أن شق صدره، غسل قلبه بماء زمزم، وأتي بالبراق، وانتقلت به الرحلة إلى بيت المقدس، حيث ربط لجام دابته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء عليهم السلام. وهذا الانتقال من مكة إلى القدس له دلالة مهمة جدا نحتاج إلى أن نتذكرها ونركز عليها في هذا الظرف بالذات الذي يعيت فيه الصهاينة في القدس الشريف فسادا. وهناك وجد عليه الصلاة والسلام الأنبياء فرحبوا به، ولقد قال: ولقد رأيتني في جمع من الأنبياء. كما نوع عليه السلام أما هم في الصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ المعراج، حيث انتقل عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فوجد عند باب السماء الأولى آدم عليه السلام، وعند باب السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام،
وعند الثالثة يوسف عليه السلام الذي وصفه بأنه قد أوتي شطر الحسن، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وعند السماء السابعة وجد أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلهم رحبوا به واعترفوا له بالنبوة والرسالة والفضل. ويتساءل بعض العلماء لماذا اختير هؤلاء الأنبياء بالذات. حاول الإمام السهيلي رحمه الله أن يوضح السبب في هذه المسألة، فقال إنه والله أعلم سيقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظير ما وقع لهؤلاء الأنبياء الصالحين. وذلك عندما نتتبع هؤلاء والوقت لا يسمح، نأخذ على سبيل المثال آدم عليه السلام الذي أخرج من الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من بلده المحبوب مكة المكرمة. المثال الثاني عيسى ويحيى عليهما السلام اللذين عانيا من اليهود وكيدهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة عانى أيضا من كيد هؤلاء، فارتقى عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل سدرة المنتهى التي ينتهي عندها كل شيء، ثم البيت المعمور الذي قال عليه الصلاة والسلام بأن 70,000 ملك يدخلونه يوميا ولا يعودون إليه أبدا. وأتي عليه الصلاة والسلام هناك بإناء من خمر، وآخر من عسل، وثالث من لبن، فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن، فقيل له هديت للفطرة. وعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى سمع صريف الأقلام، يعني أصوات الأقلام والملائكة يكتبون بها ما قضاه الله تعالى وقدره. وفي هذه الفترة بالذات فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتأكيد على الصلاة هنا مهم جدا، مما يدل على أنها أهم العبادات وروح الإسلام. وسمعنا كذلك أكثر من مرة كيف أنه فرضت 50 صلاة، وببركة ونصيحة موسى عليه السلام بقي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه حتى أصبحت 5 صلوات، فقال رب العزة جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي في العدد 5 صلوات ولكنها في الأجر 50. ومن ضمن ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مناظر من الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما، ورأى فيها الكوثر والذي وعده الله تعالى بأنه قد أعطيه، وما فيه من جمال وبهاء، ورأى عليه الصلاة والسلام كذلك بعض أهل النار الذين يعذبون ومن ضمنهم المغتابون الذين يخمشون وجوههم وجنوبهم بأطفار من نحاس، كما رأى خطباء الفتنة وألسنتهم تقرض بمقاريض. رابعا بعد انتهاء الرحلة رجع عليه الصلاة والسلام وأخبر بكل ما رآه، فكثير من الذين اهتز إيمانهم وكثير من المشركين أيضا من أهل مكة يعني لم يصدقوا بما سمعوا، وقد ذكر الله تعالى من آمن وصدق كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن كفر من هؤلاء ويصدقوا على الطرفين، قول الله تعالى فأما الذين آمنوا
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآية في مجال آخر ولكن فقط للمناسبة وتصديقا لنبي الله الله عز وجل عندما كانوا يسألونه اختبارا وامتحانا عن بيت المقدس، جلاه الله له بين يديه فكان ينظر إليه ويصف لهم ما رآه صلى الله وسلم على هذا النبي الكريم، والجزاء أحسن الجزاء على ما أدى وعلم وبلغ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.